اقرأ في عدد الوطن غدا، تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب. الحكومة، خطة الدولة لترشيد الكهرباء أسهمت في تصدير شحنتي غاز إضافيتين. مباحثات مصرية ألمانية لزيادة الشراكة الاستثمارية. كابيتان مصر، مبادرة شركة المتحدة تواصل اكتشاف المواهب في الغربية بحضور نجوم الكرة. المشاط، نوفي يعزز التمويلات بالمشروعات الخضراء. إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطياً، ولجنة العفو تشكر الرئيس السيسي. كما تقرأ أيضاً في عدد الغد ملف خاص بعنوان الذهب الأبيض فتح في غطان مصر، فلاحينك ملاحينك. خطة الحكومة للنهوض بأهم المحاصيل المصرية، الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي والمبيدات. أسيوط وسوهاج والمينيا في احتفالات الحصاد، رقص ومزمار في كل غيط فرحاً بالخير. وفي الفيوم وبني سويف، خير المحصول يعم على الجميع والعيال تتجوز. الدولة أعادت للقطن هيبته، وللقنطار سعره الحقيقي، وللفلاحين فرحتهم. الوطن قوته في ناسه.